لفت نظري تصريح للاستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي، تصريح الحقيقه محترم جدا، بس انا عايز الفت نظره لحاجه. الراجل قال ايه؟ الزمالك ياتي الى الاسماعيليه ولم يحدث اي مشكله، ما المشكله التي حدثت حتى لا ياتي الاهلي الى الاسماعيليه؟ انا عايز اقول للاستاذ خالد زين لمن توجه هذا السؤال؟ يعني عايز تقوله لمين؟ هل عايز تقوله لاتحاد الكوره؟ ولا بتوجهه لرابطه الانديه؟ ولا بتوجهه للنادي الاهلي؟ ولا بتوجهه للامن اللي هو ماسك وعارف كل التفاصيل اللي مش لازم تعلن يعني؟ يعني ايه اللبانه اللي ملهاش معنى دي؟ الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، ده الاهلي عايز، طب ودي الاهلي الاسماعيليه، يعني الاهلي موافق. انا والله العظيم انا بأناشد مجلس اداره النادي الاهلي ان يرسل رسميا لرابطه الانديه المصريه جواب يقول له لا امانع في ان اواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه ويجي يلعبني في القاهره. طب ما الاهلي بيلعب الماتشين بره. يعني بيلعب، يعني الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه وماتش هو في القاهره مثلا، بل الماتشين بره في برج العرب. خلاص بقى البنا بقت بايخه يعني. صح ولا غلط؟ ده الزمالك كسبان دوري سنتين ورا بعض. مش كده؟ ايه علاقه ده؟ يعني السؤال ده يوجه لمين؟ يعني بينزل في الاعلام عشان ايه؟ يعني هذا تلميح لايه؟ يعني هل الاهلي بيخطط ان هو ما يلعبش في الاسماعيلي؟ في الاسماعيليه؟ يعني الاهلي يملك اتخاذ قرار انه لا يلعب في الاسماعيليه؟ سؤال عايز الاستاذ خالد زين يجاوب عليه. والسؤال ده لمين؟ موجهه لمين؟ يعني هو الكلام ده بكيف رابطه الانديه او بكيف النادي الاهلي؟ والله انا بطلب من الاهلي كده رسمي يبعت وينشره على السوشيال ميديا. يا جماعه لما يبقى الموضوع داخل، يا جماعه ما يكون الموضوع داخل في حاجات خاصه بحمايه معينه للبشر كلنا نسكت لغايه ما الامور تتعدل والامن يحس ان الامور تمام. اكتر ناس هتبقى حريصه ان الاهلي يروح الاسماعيليه هم الامن بعد كده، بس تبقى الامور تمام، الوسط يهدى والمسؤولين يهدوا الاول قبل الجمهور. ده احنا بنشوف الوقت بقى فيه عصبيه بين المسؤولين اكتر من الجمهور. صح ولا غلط؟ فارجو ان اللبانه دي بقى نشيلها بقى، يعني بقى الكلام ملوش معنى. يعني نقعد نعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونقعد نقول 100 مره وكاننا كل شويه ندافع على الاهلي. احنا مش بندافع على الاهلي، انا بقول لك يا فندم الحقيقه. الحقيقه الاهلي ملوش ذنب، ملوش دعوه. يعني لو 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 الناس شايفه ان الزمالك ما ينفعش يروح الاسماعيليه مش هيروح الاسماعيليه. عادي يعني. عادي يعني، ما هو الماتشين بره. يعني زي ما انت متضرر ما هو الاهلي متضرر. مش كده برضو؟ يعني. دي من الحاجات اللي هي ايه؟ لفتت نظري جدا برضو في الفتره اللي فاتت دي.